الله بركاته وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. حلقة النهاردة هنتكلم عن فيلم اكس لارج، وطبعا الفيلم ده معظمنا عارفه بنسبة 100%، وطبعا الفيلم ده مفيش حد في مصر ما سمعهوش. سيناريو الفيلم ده وقصته جميلة جدا، لانها تجربة حقيقية بيمر بيها ناس كتير جدا. تجربة بجد قادر انك تاخد من التجربة دي حاجات تستفاد منها حاجات كتير جدا، هتخليك تشوف حاجات انت ما كنتش شايفها قبل كده، حاجات انت ما كانش عندك الرؤية انك تفسرها صح. طبعا ملخص الفيلم ان احمد حلمي كان عاوز يتجوز دنيا سمير غانم، وعمل عشانها حاجات حلوه كتير جدا، غانم كل حاجه حلوه وفي الاخر برضه سابته عشان كان عنده عيب، العيب ده كان انه تخين. مع ان هو ما سابهاش لما كان عندها عيوب كتير جدا، من ضمن العيوب دي انها كانت عصبيه واستغلاليه وبتاعت طلبات كتير بتاعت مصلحتها يعني من الاخر، لكن هي فعلا سابته عشان العيب ده، مع انه كان بيمر باصعب ظروف في حياته وكان محتاج لها جدا انها تكون جنبه، لكن هي لما سابته هو فعلا قدر ياخد القرار وفعلا قرر انه ينزل من وزنه، وبالفعل نزل من وزنه وقدر يثبت لنفسه انه بيها او من غيرها هيقدر ينجح ويقدر يعدي التجربه اللي هو بيمر بيها دي، وقدر يصلح العيب اللي كان موجود فيه، اللي هو كان شايف ان العيب ده مش هيقدر يصلحه الا بيها، لكن هو قدر يثبت لنفسه انه من غيرها هيقدر يعمل ده. لو تبص بقى في اخر الفيلم لما عمل حفله وبعت لها دعوه وهي حضرت وجت تساله انت مين، قال لها انت مين انا مش فاكرك، قال لها عرفيني بنفسك انت مين انا مش فاكرك، وبرضه ما اتجوزهاش في الاخر. فكره بقى من كل ده ان فعلا اللي موقفش جنبك وقت احتياجك وقت الظروف الصعبه اللي انت بتمر بيها واللي انت الوقت اللي انت كنت في اشد الحاجه اليه وهو فعلا سابك وموقفش جنبك، ده اقسم بالله ما حبك ولا عمره حبك ولا يعرف يعني ايه حب اصلا. ولو فكر انه يرجع لك اوعى ترجع له وقول له روح مكان ما كنت. الحاجه دايما لما بتيجي متاخره ما يبقى ملهاش لازمه، عشان كده يا ريت نعرف اللي في ايدينا قبل ما نضيعه، وافتكروا دايما اي حد موقفش جنبك وقت احتياجك ما يستاهلش انه يكون جنبك وقت لما تكون واقف على رجليك، اللي ما يوقفش جنبك وانت حزين ما يستاهلش يبقى جنبك وقت فرحتك. مع السلامة، اشوفكم في الفيديو الجاي.